Hi guys, PCOS أو Polycystic Ovary Syndrome. كلنا we panic, we stress out لما نعرف عنا PCOS. بس ما لازم. هو أهم شيء نعرف once بصير عنا symptoms نعرف هيدا الشيء على بكير تما يكتروا مع الوقت. ليه؟ تقريباً 1 in 10 women بيعانوا من PCOS. So منيك وحدك، مني وحدك، نحنا كتار بهالعدد. هو منه بس hormonal disorder. هو كمان it's a form of a metabolic syndrome يلي ببلش ب high insulin level من وراء كترة أكل السكر و refined carbohydrates. تقريباً symptoms ببلشوا من عمر late teens early 20s. So أهم شيء once نحس بالsymptoms دغري نبلش نشوف حكيم ونعرف كيف نعالجهم. الساينتست بعدهم لهلأ ما عرفوا السبب الرئيسي لل PCOS، بس they believe أنه هي linked ل birth control use. فيها تكون جيناتيك، فيها تكون ستريس، فيها تكون انسولين ريزيستنت، او من النيوتريشن الزغر المنا منيحة مثل اكل السكر وكتير ريفاين كاربوهيدريتس. اهم شيء نعرف كيف نخفف هيدول السيمتومز ونخفف انه يتزايد عنا البي سي او اس من خلال التغذية المزبوطة، تو كات كومبليتلي، نوقف دايري سكر، نوقف اكل المعلبات والمصنعة البروسيس فودز.